رسالة صاخنة إلى كل الدعاة إلى الله، لكل من ركب في هذه السفينة، سفينة الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ليست مجرد محاضرات أو دروس أو نظر في فئة دون فئة أو لأجل بلوغ مصلحة أو غرض أو شيء دنيوي. أقصد بذلك حتى نكون أسرع، دعوة إلى الدعاء. كم من داعية كان وصمة عار للمسلمين عموما وللمصلحين خصوصا، كم من داعية إلى الله كان سببا في إشغال أهل العلم والمشايخ. الدعاة، بعض الدعاة إلى الله هم سبب لتأخر الركب وسبب في إشغال جزء كبير ووقت عظيم من علماء هذه الأمة. الأمة تحتاج إلى علماء، والعلماء الموجودون أشغل وقتهم جزءا كبيرا من أعمارهم الدعاة إلى الله. ولذلك سماحة الشيخ يقول في لقاء: ما أتعبني منذ ما خط شاربي إلا هؤلاء. اللهم الذين أشغلوني، أشغلوا بالي، كيف أوقظ الهمم، كيف أذكي هذه العزائم، كيف أوقد نار الثبات والدعوة إلى الله، كيف أفجر في قلوبهم روح المبادرة حتى يبادر ولا يستنكف ولا يتقهقر، كيف أحرك هذه المشاعر، كيف أقودهم إلى أماكنهم التي لا بد أن يقفوا فيها. كل واحد منهم في نقب من أنقاب الدعوة إلى الله، إلا أنه لم يسد تلك الثلمة وذلك النقب، ما سده. ولذلك أتيت الدعوة إلى الله وأتي المجتمع من أنقاب بعض الدعاة إلى الله.